دلوقتي نتحول مع حضراتكم مباشرة لمتابعة الحالة المرورية في مختلف شوارع المحافظات المصرية، تحديدا القاهرة والجيزة. هيكون معنا على الهاتف الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور. سيادة الرائد، أهلا بحضرتك، صباح الخير. الحالة المرورية مع ساعات الصباح الأولى للسادة الذاهبين إلى أعمالهم أو إلى المدارس والجامعات. صباح الخير يا فندم بحضرتك والجميع السادة المشاهدين. طبعا في البداية بنأكد ان النهاردة الحمد لله غير امبارح في حكاية الشبورة، ما عندناش النهاردة صحيح اي اختراق بشبورة او امطار ممكن تؤثر على حركة المرور. طبعا السلامة للجميع، لان استقرار الحالة الجوية ما بقاش فيها اي مشاكل على مدار اليوم. ايضا بنأكد على استمرار التحويلة اللي موجودة على منزل محور صعد الشاذلي القادم من طريق الدايري من جهة المعادي والمتجه الى مناطق او طريق الاسماعيلية الصحراوي ومدينة العبور، بسبب طبعا الهبوط الارضي اللي موجود على المنزل. باستمرار التحويله القادم من المعادي بيستكمل اتجاه السلام واستخدام اول يوترن والتفاف والعوده من نزول منزل سعد الشاذلي من الجهه المقابله اتجاه طريق الاسماعيليه، او النزول من منزل الاسماعيليه مباشره ما قبل نفق السلام اتجاه طريق الاسماعيليه ومنه الى مناطق العبور. بالنسبه لباقي الطرق الحاله عليها، بالنسبه لطرق السريعه بالكامل الحاله عليها جيده. الكسرات اللي موجوده في نطاق طبعا القاهره الكبرى على الطريق الدائري ومداخل القاهره، كان اهمها الطريق الدائري في منطقه اعلى السلام، ما زالت احجام حركه مرتفعه قادمه من الاقاليم اتجاه القاهره. وايضا بالنسبه لمنطقه اعلى البساتين وعلى النيل للقادمين من الجيزه واتجاه القاهره الجديده. الاتجاه الاخر المتجه للجيزه بيعمل بشكل جيد، ما عندناش فيه اي توقفات. ايضا الاتجاه المتجه للمناطق الزراعي من مناطق السلام يعمل بشكل جيد جدا، ما عندناش فيه اي مشكله. متجهين لمناطق الطريق الزراعي ومحور شبرا بنها الحر. بالنسبه لمحور شبرا بنها الحر وطريق مصر اسكندريه الزراعي للقادمين بالاقاليم اتجاه القاهره والعكس يعمل بشكل جيد جدا حتى التقاوى مع الطريق الدائري. محور 26 يوليو اللي بيشهد ما زال احجام حركه مرتفعه في الفتره الصباحيه، عندنا طبعا القادم من اعلى السودان والمتجه الى مناطق اكتوبر حتى اسفل الدائري ما زالت احجام حركه اعلى من المتوسطه بيتم التعامل معها الان. دي تقريبا بتنتهي معانا الساعة 8 وربع تقريبا نكون المتجهين لاكتوبر ما بقاش فيه أي مشكلة. لكن الاتجاه الآخر اللي الأحجام بتزايد عليه بشكل كبير للقادمين من أكتوبر، فدايما بننصح في الفترة الصباحية استخدام البدايل سواء محور روض الفرج أو محور اللوحات ومنهم إلى الدايري. باقي الطرق السريعة بنطمن الجميع إن الحالة عليها جيدة، استمرار مكثف من خدمات الإدارة العامة للمرور على كافة الطرق لمتابعة الحالة، وإن شاء الله ما بقاش فيه أي مشاكل على مدار اليوم. معلش سيادة الرائد، الجزء اللي فات كنا بنتكلم مع الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، واتكلمنا عن الشبورة المائية، وحضرتك أشرت إن النهاردة الأمور أحسن كتير من امبارح فيما يتعلق بالشبورة المائية. طبيعة النصائح اللي بتقدم من قبل الإدارة العامة للمرور لقائدي المركبات، قائدي سيارات النقل فيما يتعلق بالتعامل مع الشبورة المائية؟ طبعا أحب أوضح في البداية إيه الإجراءات اللي تقوم بها الإدارة العامة للمرور في حالة وجود الشبورة، عشان طبعا الحفاظ على أرواح قائدي المركبات وطبعا مستخدمين الطرق السريعة بالكامل. أما طبعا إحنا بنتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية من خلال إن هم بيبعتوا لنا يوميا الحالة الجوية وتوقعاتها. خدمات الإدارة العامة للمرور بتبقى موجودة على الطرق بالكامل في الفترة الليلية لمتابعة الحاله الجويه سواء من امطار او شبوره، وخاصه الشبوره في الفتره الليليه والساعات الاولى في الصباح. من اول ما بيبقى في اختراق بوجود شبوره على اي طريق بيتم تكثيف الخدمات عليه، بتبقى متابعه الحاله. في حاله انقطاع شبوره بيتم طبعا تسهيل حركه المرور، في حاله تزايدها وبدء انخفاض مستوى الرؤيه بيبقى تم اجراء اجراءات المرور، سواء اولا بحث عمل التفويج وهي طبعا وجود سياره من الاداره العامه للمرور بتستخدم فوق بتصاحب فوق من السيارات من اول الطريق لتوصيله لنهايه الطريق والعوده، ده في حاله اذا كنا بنسمح بحركه السير على الطريق. اذا كان مستوى الرؤيه تقريبا ما مش منعدم تماما. الاجراء الثاني في حاله طبعا انعدام الرؤيه تماما ومابقاش قادرين للتفويج بنغلق الطريق غلق تام، طبعا بيتم الاعلان عنه في النشرات الاخباريه طبعا بشكل مستمر، طبعا نختار البدائل. النصائح اللي بتقدمها الاداره العامه للمرور في حاله الشبوره طبعا على الطرق السريعه بالكامل، اذا كان في غلق للطريق بسبب انعدام الرؤيه نفضل طبعا قائد المركبه انه ياجر رحلته المروريه لحين انقطاع الشبوره وعادة سطح الطريق، او يستخدم الطرق البديله اللي بيتم الاعلان عنها طبعا لامانه وامان اسرته كافه مستخدمين الطرق السريعه. حاله طبعا تواجده في منطقه الاحكام الطريق مع خدمات المرور اللي موجوده، اتمنى منه التعاون الكامل معاهم
هم موجودين لحماية وحماية طبعا كافة مستخدمي الطرق السريعة. لو لا قدر الله متواجد على طريق بالفعل في شبورة وما كانش في إحكام، ولكن شبورة خفيفة، إذا كانت خفيفة ممكن استخدام الطريق، أو كان هو عدى منطقة الإحكام قبل ما يتم غلق الطريق، بننصحه إن هو أولا يقلل سرعة السيارة بشكل كبير عشان طبعا تتناسب مع مستوى الرؤية، يضاعف مسافة الأمان بينه وبين السيارة اللي أمامه، لازم يلتزم بالحارات المرورية في حالة الشبورة، ما يتخطاش أي سيارة أمامه لأي سبب من الأسباب إلا في حالة الضرورة القصوى فقط. دايما بيستخدم الأنوار الأمامية والخلفية للسيارة مع أنوار الانتظار، بيستخدم آلة التنبيه على فترات، بيستخدم مساحات الزجاج بشكل مستمر. فتح نوافذ السيارة، فتح شبابيك العربية سيادة الرائد بيكون ليها أي تأثير ولا؟ طبعا عشان ما يجمعش بخار مية أمام قائد المركبة على الزجاج الأمامي، بحيث إن هو برضه بيعيق رؤية قائد المركبة. أنا أهم نصيحة بنقدمها طبعا إنه في حالة عطل السيارة، في حالة وجوده في شبورة، ما يسيبهاش في أي حارة من الحارات المرورية اللي موجودة على الطريق، سواء أقصى يمين أو أقصى يسار. لا، أنا أبادر بإخراجها خارج مهر الطريق تماما، وأحطها لو أقدر أحطها في المنطقة الترابية يبقى أفضل، مع إضاءة أنوار طبعا انتظار لحين انتهاء الشبورة أو انتهاء العطل وإعادة تحريك السيارة مرة أخرى. بنأكد على في حالة طبعا أنا لو موجود على طريق ومش في شبورة ومش قادر أكمل في القيادة، في ناس كتير في طبعا قائد المركبات بيعتبر إن هو إنه يمشي في الشبورة حتى لو هو مش قادر، ده انتصار، ولكن إحنا بنقول له إن هو احفاظ على حياته وحياة اللي معاه، ممكن يركن في أي منطقة خدمات أو يركن في منطقة فيها جزء للانتظار، والحين الحالة مش على الشبورة يبدأ يتحرك مرة تانية. سلامته أهم شيء، أي حاجة ممكن نأجلها، أي حاجة ممكن نلغيها لو في أي مشكلة، الحين طبعا وصلنا بالسلامة. نصيحة أخرى لقائد المركبات النقل، وطبعا الإدارة العامة للمرور في حالة وجود شبور على الطريق بتقوم بمنعهم من السير، وطبعا تواجدهم في مناطق مؤمنة الحين انتهاء الشبورة وإعادة تسييرهم مرة أخرى، إن هو لو في شبورة يسارع بإخراج سيارته خارج مهر الطريق تماما. هم ليهم فترات للراحة طبعا مع قيادتهم مسافات طويلة، ممكن يركب سيارته يأمنها بإضاءة أنوارها لحين الحالة، وبعد كده يبدأ يتحرك مرة تانية. أتمنى طبعا السلامة من الجميع، أتمنى من الجميع الالتزام بالقيادة الآمنة، وإحنا داخلين على موسم الشبورة ومستمر لفترة، نتمنى طبعا طيب. ما يبقاش في أي حوادث على مدار الأيام القادمة بإذن الله. شكرا جزيلا لحضرتك الرائد محمد الشربيني مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك.